لطالما كان الفن مرآة تعكس وتجسد الواقع بكل سلبياته وإيجابياته، ها هو اليوم معرض صفر تموز الذي يتضمن 30 لوحة فنية يعكس ويجسد واقع الحرب الإرهابية والمعاناة التي تعرض لها سكان مدينة حلب، كما عكس الغربة وجمال المرأة والفرح والأمل رغم طغيان اللون الأسود على معظم هذه اللوحات. اللوحات أغلب بيحكوا عن آلام عشناها، يعني كان عاشها كل فرد في سوريا. منهم بيحكوا عن جمال المرأة، منهم بيحكوا عن الأمل الموجود، عرفت كيف؟ فحبيت أوظف هي الطريقة من خلال الألوان الزيتية على لوحات من مقاسات مختلفة. بعد ما انتهت هالأزمة بالبلد، فنحن دائما بنشجع بعد 6 سنين من هالأزمة أو 7 سنين من الحصار وهالأزمة لإفراح الناس. أول شيء دعم الشباب اللي عم يطلع، دعمه ماديا معنويا بأي شكل كان، والفن أحد أقوى الأشكال اللي تحتاج دعمه خصوصا بحلب وحتى بالقطر كليات. معرض كويس، الله يعطيكم العافية، وإنجازات حلوة ضمن هاي الظروف، ضمن هاي الإمكانيات، برافو عليه، حلو، شيء حلو. يعني كتير مهم هذا الموضوع، لأنه نحن هيك عم نصدر ثقافاتنا السورية الرائعة، والفن لازم يفرض نفسه على الساحات. هاي الخطوة كتير مهمة للشباب الرسامين والفنانين التشكيليين، بالإضافة طبعا للدراميين والمطربين وجميع الفنانين. بصمة واضحة كتير بالمعرض، جميلة جدا، في أريحية في التعاطي مع اللوحات. أنا بتمنى له كل التوفيق. طبيعي إنك نشوف هالألوان الحلوة ونشوف هالمدرسة، يعني مدرسة الشباب الجديدة الحلوة، في شيء جديد من اللوحات أنا متماني شايفة، وهن مستقبلنا وهن أملنا. يعني أكيد شيء بصمة هو عم بيحطها بحياته بهالمكان، يعني فهو أكيد كثير مهم له. السوريون أكدوا أهمية الفن في توثيق مرحلة الحرب على سوريا وعكس كل مراحل المعاناة والتضحيات التي قدمها السوريون. إنهم السوريون أبناء الحياة، أبناء الفن والحضارة. ها هو اليوم معرض صفر تموز يعلن أهمية الفن الذي لطالما كان ولا زال سلاحا بوجه الظلم والإرهاب.